الناس النهاردة كلها ملهاش حديث غير عن حاجة واحدة، هي طبعا مباراة منتخبنا الوطني النهاردة الساعة 5 أمام المنتخب المغربي، وماتش هيكون مهم جدا للمنتخب المصري وطبعا للمنتخب المغربي في دور الثمانية. الحقيقة أنه إحنا يعني عندنا حالة من الأمل في الفوز بالبطولة خلاص بعد المستوى الكبير اللي شفناه أمام المنتخب الإيفواري الماتش اللي فات، والحقيقة أنه شفنا لعيبة يعني كلها ثقة في الملعب لحد آخر دقيقة، نفسهم أنهم يعني يرجعوا ثقة الجماهير من تاني. شفنا لعب بمستوى عالي جدا لحد آخر دقيقة في الماتش رغم صعوبة الماتش اللي فات، شفنا روح معنوية عالية بين اللعيبة، يمكن كانت وحشانا الروح دي وإن إحنا نشوف اللعيبة من تاني. مفيش فرق بين الأهلاوية والزملكاوية، والناس كلها ملتفة حوالين منتخب مصر وإنها بتلعب باسم مصر رغم الإصابات اللي كانت عندنا، لكن لقينا كل اللعيبة اللي نزلت لعيبة رجالة عملت دورها لحد آخر دقيقة. النهاردة إن شاء الله عندنا أمل نشوف أداء كبير يليق بالماتش، لأنه الماتش مش هيكون سهل بكل تأكيد، محتاج تركيز كبير لحد آخر لحظة، لكن أعتقد أنه رجالة منتخب مصر قدها بإذن الله وهيقدروا أنهم يسعدوا الجماهير. وهنا نقول أنه الحقيقة اللي بيبسطنا هو اللعب الحلو، لما اللعيبة بتلعب كويس ايا كانت النتيجة ايه، نفسنا طبعا نحقق لقب البطولة ونستعيد تاني اجواء 2006 و2008 و2010 ونعيش الاجواء الحماسية دي واجواء البطولة ونشجع، لكن كمان اللعب الحلو بيفرق معانا جدا، ما بتلاقيش بعد كده الناس عندها حاجة تقولها عن المنتخب. وخليني يعني افكر كمان حضراتكم انه المنتخب التونسي طبعا هارد لك للمنتخب التونسي، خرج من البطولة على ايد بوركينا فاسو امبارح، وكل مرة بيحصل ده غالبا المنتخب المصري بيصعد للسيمي فاينل، فان شاء الله يعني نتفائل بده ونشوف ان شاء الله اداء قوي النهارده من المنتخب، ونشجع ونتبسط وندعم لاعبتنا لانه ده شيء مهم جدا جدا بيأثر كتير جدا على نفسيتنا، بيفرق معنويا، وان شاء الله مش هنستعيد بس يعني الاجواء اللي انت اتكلمتي عليها سواء كانت 2006 2008 2010، لا ان شاء الله كمان هنستعيد النهارده يعني اجواء 2017، لان تقريبا زي النهارده في 2017 قدر المنتخب المصري اللي هو يحقق فوز على منتخب المغرب بالهدف القاتل لمحمود كهربا في الدقيقه 87. ان شاء الله النهارده هيحصل نفس الاداء، النهارده هنشوف اداء مشرف من الفراعنه في الملعب، هنشوف روح قتاليه زي ما احنا شفناها مع ساحل العاج. النهارده كمان كلنا والشعب المصري كله بيلتف حوالين المنتخب، كلنا بنرفع صوتنا وبنقول يا رب النصر لمصر، مفيش حاجة اسمها أهلي، مفيش حاجة اسمها زمالك، زي ما قال نجمنا الغالي محمد صلاح في المؤتمر الصحفي، هو ده اللي احنا لازم نعمله، لازم النهاردة نشجع المنتخب وبس، ما نشجعش أي لعيب تاني علشان هو في يعني أي فريق بقى أي مكان. النهاردة الكل بيلبس فانلة مصر، البطل عندنا هو المنتخب، وهي دي أجواء المكسب، وهي دي الأجواء اللي احنا بنشوفها، الأجواء الحقيقية والمكسب الحقيقي زي ما احنا شفنا في المعسكر، الأداء العالي، الروح العالية جدا اللي موجودة ما بين اللاعبين، كمان الروح دي موجودة في الشارع ما بين الجماهير، كلنا بنكمل بعض، المهم ان اللعيبة النهاردة يعملوا اللي عليهم، وزي ما قلنا وزي ما قالت هدير، محدش كان يتوقع ابدا خروج منتخب تونس، هي دي الرياضة، مفيش حاجة ليها حسابات، حد هيجي يقول لا بس اصل الاحصائيات بتقول المغرب واجهت مصر كم مرة؟ 6 مرات في البطولة الافريقية، كانوا 3 فوز و2 يعني 3 فوز لمصر و 3 فوز للمغرب واثنين فوز لمصر وواحدة تعادل، هقول لك لغة الرياضة ما فيهاش حسابات، لغة الرياضة لحد آخر دقيقة لحد آخر ثانية الهدف متوقع، ويمكن ده اللي احنا شفناه في كل المباريات اللي بتحصل. 5 المنتخبات العربية خرجت امبارح، هارد لك ليهم، طبعا بنتمنى التوفيق للجميع، لكن طبعا نفسنا ان احنا النهاردة نحقق الفوز، وبإذن الله هنحقق الفوز، كلنا النهاردة هنرفع صوتنا ونقول حاجة واحدة بس، يا رب النصر لمصر. صباح الفل على حضراتكم، صباح الخير عليكم جميعاً.